عندنا خبر تاني بقى برضه ليه علاقه براس الدوله، بس المره دي بنتكلم عن رمسيس الثاني. فاكرين حضراتكم لما كنت بقدم برنامج حلقه الوصل، جينا شرحنا كده وقلنا انه في ايه عندنا يعني ثلاث اسرات كبيره، وبعدين في نص عصارات اضمحلال، في واحد مهم قوي 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 وهو من اهم رموز واسماء الاسره 19. قلت لحضراتكم الاسره 18 اللي هي عصر الدوله الحديثه، يعني 90% من الاسماء اللي احنا نعرفها من الفراعنه من الاسر الدوله الحديثه دي، يعني اللي هي 17 18 يعني 18 اللي هي 18 اللي هو احمس، يعني اللي هو طرد الهكسوس، ويعني عصر بقى الامجاد الكبيره اللي حضراتكم شفتيها شايفينها ديت، وطيبه والكرنك وابو سمبل والكلام ده. المهم حضراتكم عندنا بقى النهارده وزاره الاثار نقلت تمثال جدنا رمسيس الثاني من موقعه الحالي بالمتحف المصري الكبير الى المكان اللي يعرض فيه بصفة دائمة في البهو العظيم، وده كان بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب. عايزين لحضراتكم سجلنا مرة حلقة في المتحف الكبير ده، حاجة تليق بمصر فعلا، ما ينفعش انه احنا نعتمد فقط على المتحف الموجود في ميدان التحرير، ده في حد ذاته اثر، يعني المبنى نفسه اثري. فتخيلوا حضراتكم بقى انت حاطط الاثار في مبنى اثري، فالحركه وقدرتك ان انت تستخدم الاضواء وتحط معلومات وتعمل برزنتيشنز واضاءه وابهار بتبقى صعبه شويه، بس احنا الحمد لله يعني بنقترب من انه المتحف الكبير ده يفتتح خلال عام من الان، ويبقى قدامنا بقى بانوراما كبيره، اللي يروح يزور الاهرامات يعدي على ابو الهول، يروح الناحيه الثانيه يشوف اثار، يقعد في مكان لمكتبة والناس ممكن انك تقعد تقرا وجناين، يعني حاجة كده ايه يعني اوروبية الهوى، يعني اللي بنصممها كده كأنك في فرنسا ولا في المانيا ولا في انجلترا. تمام، قالوا بقى الاحتفالية تمت في موكب عظيم وعلى انغام السلام الجمهوري والموسيقى العسكرية وعدد كبير من الوزراء والمهندس ابراهيم محلب رئيس الجمهورية، ناس مساعد رئيس الجمهورية، وعدد كبير من سفراء الدول المختلفة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكبار رجال الدولة، يعني حاجة تليق بالرجل الفاضل رمسيس الثاني.